السلام عليكم التلاميذ، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديو من بعد ما درنا البارتي رقم واحد، غنمشيو دابا نديو البارتي رقم دو. متفقين؟ درنا فيها امثله، اللي ما شافش الامثله كاينين في لاشين ديالنا على شكل بلاي ليست. الوغ تبع معايا، هنا عندك كونتينيتي، هنا الاتصال بالعربيه لا كونتينيتي. من بعد ما درنا رقم الفقرة باتشي رقم واحد، غنمشيو دابا نديرو الباتشي رقم اثنان. شنو هي الباتشي رقم اثنان؟ ثانيا اش غادي نديرو؟ لا كونتينيتي، لا كونتينيتي، لا كونتينيتي اش؟ لا كونتينيتي ادغوات، ادغوات يعني على اليمين. La continuité à droite et à gauche en un point H, on a un point X, X0, je vais mettre libre. La dernière en général, je vais mettre X0 à l'échec. Je vais mettre X0. Je vais dire parti, les radis, une chauffe. Je vais dire la continuité en un point. D'abord, on chauffe la continuité à droite et à gauche. Flocta. Tu as fait? Ramchou d'abord, est-ce que nous disons Owen ou le tien? Rendez-vous Owen des finitions. Tchaïf, sinon tchaïf dit à la partie. Est-ce que nous connaissons la continuité à droite et à gauche? يلا تبع معايا، تبع معايا في التعريف. اون دي، نقول اون دي، اون دي كو اف فونكسيون، اف يعني كنعني اف يعني فونكسيون، اي كونتيني، اي كونتيني اون ان بوان. Si, sauf si, si et seulement, si et seulement, si F, on dit F et F est continue à droite et à gauche et à gauche, deux points ou là, rendez-vous en, maintenant, en un point x 0. Tu as fait, est-ce que tu as fait, on dit que f est continue en un point x 0. On a un point x0. Si et seulement si f est continu à droite et à gauche, on a un point x0. Bien, je ne connais pas la ville. Nous avons un f. Nous avons fait une octa x0. Et si et seulement si, que je n'ai pas la ville, il y a un fait qu'il y a f. H. Nous avons fait la ville. استالي على اليمين، يعني كان انا وقع على اليمين اي ادغوات على اليسار. هي مهمه في التعريف هذا، مزيان باينه واضحه، باينه ادغوات راه واضحه، ادغوات راه واضحه بالعربي. شنو كتشوف؟ يلا دابا هادشي اللي كتبنا، دابا ديفينيسيون اللي كتبنا كتابيا غادي نهضوا على شكل رياضي. اشنو كنعنيو بهذا المعنى؟ يلا ركز معايا، اش كتكافئ لينا؟ هذا رمز ديال التكافؤ، عقل على ليكيفال. اشنو كنعنيو هذا اشنو كنعنيو بهذا الشيء هذا رياضيا؟ يعني شنو بغى يقول لك؟ ان الا كان ليميت ديال اكس طون فيغ اكس 0 بلس، تعرفين غنقول لكم شنو كنعنيو باكس 0 بلس. شوف معايا، رومارك، x0 بلس شنو كنعني بها؟
كان عليه بها يعني اكس كان عليه بها اكس 0 نقولوا ا دروات ا دروات اكس 0 صافين يعني على يمين اكس 0 ملي كتشوف اكس 0 بليس ولا هذا راه مثال كاين اللي كيخدم بهذا الرقم شنو هو هذا الرقم كيحط لك هنا اكس 0 وكيكتب تحت منا اكس سوبيريور اش سوبيريور ا 0 هذا كيتسمى على اليمين هاد الكتابات بجوج تقدر تلقاهم في التمارين سوا يحط لك هذه سوا يحط لك هذه بجوج بحال بحال اشنو غادي نكتبوا ديال اف دو اكس ديال اف دو اكس اش خاصها تساوي لينا خاصها تساوي لنا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس 0 هنا بليس هنا موان شوف ركز معايا هاد اكس 0 موان شوف اكس اشنو كنعني اشنو كنعني باكس 0 موان اشنو كنعني بها يعني اغوش اش اغوش اغوش اكس 0 على يسار اش داك العدد سواء تلقى هذه الكتابه سواء تلقى هذه الكتابه شوف كيفاش كيحطوا الكتابه الاخرى بنفس الطريقه اكس انا اكس طون 20 اكس 0 كيجي كيكتب لك لتحت اكس انفيريور اكس انفيريور ا 0 بحال بحال سواء تلقى هذه الكتابه هذه سواء تلقى هذه لا ميم شونس اش غنكتبوا هنايا غنكتبوا اف دو اكس اش نمشي تحسب ليميت ديال اكس تؤول الى اكس 0 على اليمين وعلى اليسار خاصهم اش كيساوي بجوجهم خاصهم يساوي في الصوره ليماج ديال اش ديال اف دو اكس داك العدد اللي كنحسبوا فيه ليميت اللي هو اكس 0 اضطر لي على هذا التعريف هذا لانه مهم غنبقاو خدموه في جميع التمارين متفقين وهذا ما كان شوف حاول تشد هاد الديفينيسيون هذا وتكتبو عندك في ملخص باش الفيديو الجاي غنديرو امثله متفقين ما بغيتش نطول عليكم حاولوا تشدوا هاد التعريف هذا لانه مهم هذا ما كان الدراري الله يوفقكم واللي حتى شي تساؤل مرحبا اول واتساب نعاودو نكتبو الواتساب ما فيها باس الواتساب ديالنا غنكتبو هنا مرحبا بكم كاملين اللي حتى شي تساؤل هنا ها هو الواتساب الله يسر لكم الدراري وكنتمنى تراجعوا الدروس ديالكم حاولوا تبداو من دابا باش تمشي مزيان وتحاولوا تخدموا نتوما مرتاحين مع السلامه